ريفها. ينضم إلي حسان تقي الدين، مراسل شبكة شام الإخبارية في ريف دمشق. مرحبا بك حسان. يبدو أن الجيش الحر يتقدم في عدة مناطق في دمشق وريفها اليوم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. في البداية السلام يعني عليكم. اليوم في حي جوبر الدمشقي دارت اشتباكات منذ الفجر اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني من طرف، ومقاتلي الكتائب الإسلامية والجيش الحر على أطراف حي جوبر الدمشقي، ترافق ذلك بقصف عنيف من قبل قوات النظام على مناطق في الحي. أيضا حي الدخانية جرت اشتباكات عنيفة، استطاع فيها الثوار استعادة 3 نقاط وتدمير بناء كامل تتحصن به قوات النظام، وقتل أكثر من 18 عنصر وسط قصف عنيف يطال المنطقة. أيضا يعني سقوط قذيفتي هاون على منطقة الكشكول، سقطت قذيفة قبل يعني على استراد ركن الدين ويعني بساتين وفي بساتين أبو جرش، واقتصرت على يعني الأمور المادية فقط. في ريف دمشق اليوم نفذ الطيران الحرب عدة غارات على أماكن يعني في يعني ريف دمشق الغربي، في حين تستمر الاشتباكات العنيفة بين الثوار وقوات النظام على أطراف الدخانية وجبهة وادي عين ترمى. أيضا القصف استهدف عدة مناطق أخرى من ريف دمشق، لا سيما مناطق الغوطة الشرقية. في جرمانة سجل سقوط عدة قذائف على منطقة دفء الصخر، أيضا كانت الأضرار مادية. قصفت قوات النظام بقذائف الهاوين مناطق في مزارع بيت جن وأطراف بلدة الطيبة في الريف الغربي دون أنباء عن إصابات، وسط اشتباكات شبه يومية على استراد السلام جنوب منطقة الكسوة. طيب حسان، يعني هناك من الواضح أن هناك عمليات اغتيال تصفية لقادة كتائب وألوية من الثوار في عدة مناطق في سوريا، ولكن هذا الأمر وصل إلى دمشق وريفها. نجا قائد لواء جيش الأمة، ولكن استشهد أحد قادة الكتائب الأخرى. من وراء هذه العمليات الاغتيال هذه؟ طبعا سيدي الكريم، في البداية يعني الاغتيالات، ملف الاغتيالات هو مفتوح منذ فترة، خصوصا على مناطق الغوطة الشرقية بالذات. يعني لو ذكرت عدة حالات يعني محاولات اغتيال لعدد من القادة، لا سيما القاضي العام للغوطة الشرقية الشيخ أبو سليمان طفول، وأيضا الشيخ أبو ياسر القادري وهو أحد أيضا المشايخ الغوطة الشرقية المعتبرين. أيضا عدة قادة يعني تعرضوا لمحاولات اغتيال، لا سيما القائد أبو محمد هارون وهو أحد قادة جيش الإسلام في مدينة في حي جوبر الدمشقي، وهو يعني من المسؤولين عن متابعة عمليات حي جوبر الدمشقي. أيضا هذه العمليات تمت مؤخرا على يعني القائد أبو صبحي طه، محاولة اغتيال حيث ألصقت بسيارته لصاقة انفجرت بمرافقه وأدت إلى إصابته. أيضا الاغتيالات طالت فهد الكردي أبو محمد وهو قائد لواء فتح الشام الموجود في حرستا. طبعا هذه الاغتيالات أحيلت كلها جميعا إلى المكتب الأمني في الغوطة الشرقية، ويجري التحقيق فيها عن طريق يعني هيئة أمنية وهيئة قضائية تم تكليفها من القضاء الموحد. نعم، يعني هناك تحقيقات إذن، ولكن هل رشح أي معلومات عن من يقف وراء مثل هذه العمليات، وهل لها علاقة أو مرتبطة بشكل أو بآخر بالتحالف الدولي الذي يهاجم داعش ومعها بعض الفصائل الثورية في سوريا؟ لا أجد رابط بين يعني موضوع ضربات التحالف وبين موضوع الاغتيالات. موضوع الاغتيالات هو ملف يعني قديم جدا، الآن يتم التعامل معه عن طريق المكتب الأمني كما ذكرت لك. طبعا هذه الاغتيالات الوحيد الذي له مصلحة فيها هو النظام فقط. من المعلوم أن النظام يعني قام بعدة محاولات يعني اختراق لصفوف الثوار وما شابه، عن طريق أيضا بالفترة الأخيرة قام بإدخال سيارة مفخخة عن طريق أحد عملائي الذين يدخلون إلى الغوطة الشرقية وتم اكتشافه. النظام الآن يحاول فتح ثغرات على الثوار ويحاول اختراق صفوف الثوار، ويحاول أيضا يعني النظام هو حاكم البلاد لهذه البلاد لفترة 40 سنة، فهو يعني
ربما يكون لديه يعني خلايا نائمة جدا وما إلى ذلك من هذه الأمور. طبعا المسلسل الاغتيالات كما ذكرت الوحيد الذي له المصلحة الأكبر بهذه الاغتيالات هو النظام، ويعني النظام يسعى لإحداث فتنة كبيرة وإحداث تفرقة في صفوف الثوار داخل الغوطة الشرقية. طيب، حول المعارك داخل العاصمة دمشق، هل لديكم معلومات حسان؟ سيدي الكريم، يعني خلال الفترة الأخيرة حدثت تغييرات كبيرة على جبهات الغوطة الشرقية، لا سيما من خلال اقتحامات الثوار باتجاه العاصمة دمشق التي تمثلت في معارك حي الدخانية وحي الكشكول وأيضا حي جوبر الدمشقي، وأيضا أخيرا المعركة التي أطلقها الثوار في مدينة حرستاح، حيث يعني كانت النتائج الأولى لها تحرير معمل الخميرة وأيضا تحرير مبنى النفوس، ويعني ربما يتقدم الثوار باتجاه فرع المخابرات الجوية، هذا الفرع الذي من المعروف عنه اعتقالاته لأهالي غوطة دمشق وأهالي الريف الدمشقي بشكل عام ومعاملته السيئة، يعني التعذيب الشديد للمعتقلين داخله. نعم، أخيرا حسان، هناك تقارير تتحدث عن أن نظام الأسد يجبر موظفي الدولة على الانتساب لقواته، هل لديكم معلومات حول هذا الأمر؟ سيدي الكريم، يعني بالنسبة لهذا الأمر النظام خلال الفترة الماضية أصدر عدة يعني تضييقات على أهالي دمشق، لا سيما الذين يقومون بإخراج جوازات السفر. في البداية النظام الآن يسحب المواطنين في من عمر من مواليد 1980 جميعهم إلى الاحتياط، إلى مواليد الجيش النظامي الذي الشبان الذين بعمر 18 سنة، جميع هؤلاء الذين بين عمر 18 سنة إلى مواليد 1980 هم يعني يسحبون إلى الاحتياط للتجنيد بالجيش الأسدي ليحاربوا ضد يعني أهاليهم. أيضا الأمور إخراج جواز السفر يتطلب الآن موافقة أمنية وتشديدات على أهالي العاصمة دمشق من أجل إخراج جوازات السفر، وربما يعني يتم اعتقال الكثير أثناء الحصول على يعني جواز السفر. طبعا هذه التضييقات تأتي ضمن يعني سلسلة من الخسائر البشرية التي يخسرها النظام بشدة على جبهات العاصمة دمشق وعلى جبهات أخرى من المناطق السورية. نعم، حسان تقي الدين مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معي من ريف دمشق، أشكرك جزيلا على هذه المشاركة.